بسم الله الرحمن الرحيم، مرحب بكم في اليوم الثاني من برنامج محرر النصوص ويرد 2013. اليوم إن شاء الله سنتناول مواضيع متعددة، منها تنسيق النصوص في الويرد، عملية النسخ واللصق والنقل، التحديد selected والبحث والاستبدال، إضافة إطار للورقة، تغيير لون الصفحة، إضافة علامة مائية، تغيير الهوامش، اتجاه الورقة، تقسيم الورقة، والتنقل بين المستندات المفتوحة. طيب، إحنا في اليوم الأول قلنا ممكن نصل للبرنامج عن طريق قائمة ستارت وورد 2013 أو عن طريق البحث في شريط فتح المكتب، نكتب كلمة وورد أو WOR بيظهرلنا، أو إحنا كان قمنا ثبتناه على التاسك بار فبيقوم بيظهرلنا هنا في شريط سطح المكتب. إذا ضغطنا عليه وكليك طوال هيفتح معانا برنامج الوورد. هنا برنامج الوورد لما يفتح معانا بتظهر معانا الواجهة الترحيبية دي. في الريسنت بيكون عندي آخر ملف أنا تعاملت معاه، اللي هو الملف بتاع البرنامج المتكامل اللي كان حقه نكون كتبناه المرة الفاتت. تعرفنا على الأشرطة بتاعة البرنامج وكتبنا النص ده على برنامج الوورد. اليوم عايزين نعرف كيف نقدر ننسق وكيف نقدر ننسخ وننقل ونلصق. قلنا أنا إذا عايز أحدد كلمة واحدة في الوورد بضغط عليها دبل كليك كده بتحدد لي، إذا عايز أحدد سطر كامل بضغط عليه ثلاثة كليك تريبل كليك، إذا عايز أحدد مجموعة أسطر بجيب في نهاية السطر وأنا داغب على كليك بجر للأعلى، أو بجيب في بداية وأنا داغب على كليك ما بفك الكليك بقوم بجر لشنو الأسفل اللي هو الكليك اليسار. اوكي، او ممكن امشي هنا في قائمة هوم الرئيسية في اقصى اليمين عندي حاجة اسمها select، اختار select all كده هيحدد لي كل شنو كل الدوكيمنت، او من الكيبورد اضغط على control a هيعمل لي select all. اي نص انا عايز اعمل عليه تنسيقات عندها علاقة بالالوان وحجم النص كده، فانا لازم اقوم احدد النص المعين. نعمل select all لكل النص ونعمل له حجم الخط يكون 14 كده للكل. طبعا هنا في الفونت عندنا حاجة اسمها حجم الخط ونوع الخط، مثلا اخترناه تايم نيو رومان للكل. عندي هنا برضو A small و A big. ال small لتقليل حجم الخط 2 كل مرة، و ال A الكبيرة لزيادة حجم الخط كل مرة. طيب نجي نحدد على بسم الله الرحمن الرحيم. إذا أنا ضغطت على I هنا معناتها عملتها italic مائل، إذا ضغطت على U معناته underline. عندنا البرنامج المتكامل برضو نضغط عليه تريبل كليك، إذا ضغطت على B معناته عايز أعمله bold، إذا ضغطت على ABC معناته داير أعمل خط سرو الكلمة كأنه الكلمة مشطوبة يعني. إذا ضغطت عليه تاني هيختفي التأثير. إذا عايز أعمل له لون هختار من الـ A هنا لون الـ ICDL، برضو ممكن أعمله bold italic هنا. عندي تأثيرات جاهزة ممكن أستخدمها
اللي هي تنسيقات جاهزة. بالنسبة للإنجليزي اللي هو عنده شروط في كتابة الكلام، إذا كان عنوان إنه بداية كل حرف لازم يكون كابيتال وهكذا. فإحنا عندنا هنا خيار اسمه change case في الجروب اللي اسمه فونت. أنا إذا ضغطت على السهم الصغير بيديني 4 خيارات إنه أحول الحروف بتاعتي كلها للور كيس، كده بيديني خطأ إنه أول حرف لازم يكون كابيتال، أو أحول الحروف كلها لكابيتال كده في مشكلة إلا إذا كان هو اختصار لمصطلح، أو الكابيتالايز إيش وورد كده بيعمل لي بداية كل كلمة الحرف الأول منها بيكون كابيتال. دي اللي هي ال change case. عندي الأخيرة اللي هي بداية كل كلمة بتكون small والباقي شنو؟ البقية capital. هذا ممكن أعمل لها لون نص. طيب ال AB هنا دي خلفية للنص وليس للصفحة كلها، ولكن للنص المعين فقط. طيب أنا ممكن أجيب على International Computer Driver وأضغط على المساحة دي، نقوم تعمل لي شنو ديليت لل الستايلينج، هذا اللي تبقى شنو الستايلينج او الفورماتينج ما عدا هنا الخلفية دي. ممكن اقول له نو كلر، حيخليها لي من غير شنو خلفية. كده معناته انا عدلت شنو النص، رجعته لاصله اللي هو كان عبارة عن 14 كابيتال اقصد بولد، واللون أحمر والخلفية صفراء. هنا الخلفية لللاين كامل اللي هي عن طريق الجردل، دي الخلفية لللاين شنو كامل. أما الخلفية للنص فقط عن طريق ال ABC اللي هي خلفية للنص، أما هنا فدي خلفية لشنو للسطر كامل. هنا برضو ممكن نضغط دبل تريبل كليك على تعريف البرنامج نعمله بولد. طيب الانترناشنال كمبيوتر درايفر لايسنس، انا هنا اذا كتبت مثلا بين قوسين ICDL وظللت ال ICDL دي، فعندي خيارين، خيار اسمه اكس اتنين بالاسفل، وخيار اسمه اكس اتنين للاعلى. اذا ضغطت على اكس اتنين للاسفل بتنزل لي في أسفل السطر، وإذا ضغطت على إكس اتنين للأعلى بتنزل لي في أعلى السطر. بداية كل فقرة لازم يكون في مسافة، بس أنا هنا في البداية في الأول أكون مختار اللغة العربية، بعد ذاك هعمل مسافة بتاعت فقرة كده لازم يكون في شنو مسافة، أو ممكن نعملها عن طريق التاب من بداية السطر. تعريف البرنامج هنا هعمله underline لون أحمر. هنا برضو محاول البرنامج bold underline لون أحمر. تتكون الرخصة الدولية من 7 موديل، قلنا إذا عايزين نحدد أكتر من صف بنجيب في نهاية الصف ونجر، أو نجيب في بداية الصف ونجر، أو نجيب في بداية الصف هنا ونضغط كليك ونجر. عايز أرقم الحاجات دي، عندي هنا خيارات بتاع الترقيم، يا إما يكون ترقيم نقطي الأشكال دي كده ما عنده أرقام معينة، يا إما يكون ترقيم مرقم بالأرقام أو الـ ABC، يا إما يكون nested شنو nested list.
هنا كان لاحظت الأسطر متغربة مع بعض، فأنا ممكن أجي للخاصية دي اللي اسمها line and paragraph spacing، أضغط عليها ممكن أزيد المسافة، أنقص المسافة بينه وبين شنو الأسطر الأعلى له. ضفنا المسافة هنا عن طريق اللاين ام باراجراف سبيسينج. عندنا ممكن نعملها بولد او نصغر الحجم بتاعها على حسب ما نحن عايزين. طيب انا نسقت الاي سي دي ال، ده اقوم اشيل نفس التنسيق اطبقه على تعريف البرنامج من غير ما اعيد الخطوات. في حاجة اسمها فورمات بينتر، هشيله وأوديه على تعريف البرنامج طوالي بتعمل لي التنسيق بتاعه هو نفس التنسيق، وممكن أتراجع بالأندو. تمام. طيب أنا عايز أنسخ كلمة من مكان لمكان، يعني كلمة بسم الله الرحمن الرحيم غير أعمل لها نسخ، بقوم بجي أضغط على كوبي واجي في المكان الدائرة خدتها عليه مثلا هنا، اجي اضغط على بيست وغالب خدت الكلمة بتاعتي، والبيست ذاته عنده بيست للكونتنت بيست للفورماتي، داير امسح الكلمة دي ممكن اضغط على دي باك سبيس يعني واقف في نهاية الجملة زي ما وريناكم. بطريقة تانية اني انقل اني انسخ الكلمة. طيب اذا عايز انقل الكلمة من مكان لمكان بجي اقول لك كات، بيشيل عليه خالص، بجي انزل هنا اقول له بيست. هذيك لاحظت البيست فيه انواع، بيست سورس، بيست ميرج فورماتنج، بيست تكس اول. انا اقول له بيست سورس اللي هو خدت عليه شنو كاملة زي ما هي بتنسيق الجاية به. عندك ممكن اتراجع. طيب اذا عايز انقل سطر كامل او كلمة بطريقة تانية، اني اظللها واضغط على كليك وجر، المكان اللي وقفت فيه حيتم نقل الجملة بتاعتي او كلمة مثلا داير كلمة البرنامج، بضغط على كليك وأجور طوالي خدتها في النهاية تنتقل لي، أضغط على كليك وأجور رجعها البداية تنتقل لي. فدي طريقة لنقل النصوص من مكان إلى مكان. طيب كان لاحظنا هنا نظلل عناصر المحاور بتاعتنا. هنا عندنا مسطرة، المسطرة دي فيها تو ايجون، الايجون الاولى دي بتتحكم لي في مكان القائمة بتاعتي بالنسبة للورقة، والآيكون التالت بتتحكم لي في مسافة الأرقام بالنسبة للكلام المكتوب. أنا مشيت كده الكلام حيمشي. هنا ممكن أوسع حبة شنو المسافة من الأرقام أو أضيقها أو أضيقها. وضحت الفكرة. برضه هنا داير انسخ، ممكن اضغط رايت كليك، عندي كوبي، عندي كات، وعندي شنو بيست. اذا عايز اعمل حدود على نصوص معينة ممكن اجي في الحتة دي اختار شنو حدود، بعمل لي جدول للحاجة اللي انا واقف عليها او محددة. هنا دي عبارة عن ستايل للصفحة كلها، ستايل جاهز بالنسبة للمسافات بالجنبات بالنسبة لكده. أنا ممكن أختار منه كلها ستايلات جاهزة، ممكن تختار منها وممكن ما تختار منها ولا واحد.
طيب نجي للفايند اللي هو البحث. اذا انت عايز تبحث في الدوكيمنت فبتضغط على فايند الموجودة في اقصى اليمين في الايديتنج، فحضغط على فايند بتظهر معايا النافيجيشن على اليمين، فبكتب الكلمة الان دار ابحث عنها مثلا كلمة العروض. طوالي قال لي انه كلمة العروض موجودة في العروض التقديمية وجاب لي هنا البيجز موجودة في البيج رقم واحد الهيدنج، فهنا في الريزلت بيجيب لي النتيجة لما اضغط على طوالي بيجيب لي شنو في الدوكيمنت، ممكن اعدلها او احذفها. ده في الفاين بضغط على فاين بتظهر معايا النافيجيشن، بكتب الكلمة اللي انا عايز ابحث عنها. في الريبليس انا عايز ابدل كلمة بكلمة تانية، هيجيب لي نافذة يقول لي انت عايز تبحث عن شنو، عن العروض، لا تستبدلها بشنو. بدل العروض ده تستبدلها ب اللي هي العروض التقديمية. عايز ابدلها بالعروض العرض، خلينا نشوف العرض، نعمل ريبليس. ولا حيشوف لي اول كلمة ويحول لي شنو للعرض، تاني ما في، نجي نحولها نعكسها نسوي العرض نحول لشنو العروض. يقول لك انه تم استبدال كلمة واحدة، مثلا دي نرجع العرض تاني. replace all هيقول لك all done we made one replacement. تمام يا شباب. طيب هنجي لكيفية إضافة إطار للصفحة، تغيير لون الصفحة، إضافة علامة مائية. طيب احنا كنا حاليا في الصفحة تاب اللي اسمها هوم. طيب الانسيرت دي هنخلي لها يوم براها. هنجي للديزاين. في الديزاين عندنا عبارة عن ديزاين جاهزة للورقة بتاعتنا، شفناها حسي كان في الهوم معادة، ممكن تختارها مباشرة لتنسيق الأبعاد بتاعت الورقة بتاعتك، أو ممكن تختار زيمسي من هنا الورقة، أو تغير الكلر، تغير الفونت. لكن احنا دايما نشوف 3 خيارات مهمة جدا، اللي هي إضافة إطار للصفحة، تغيير لون الصفحة، إضافة علامة مائية. الصفحة باي ديفولت بتجي من غير إطار. أنا ممكن أضغط على بوردر بيج بيديني إمكانية إني أضيف إطار. عندي البوردر بورد البيج بوردر الشادين، فهنا باي ديفولت بكون نان. ممكن اختار بعد داك بوكس او فيها ظل بالجنب شادو او 3D او كاستم. مثلا نختار بوكس بيقول لي اختار نوع الاطار اللي انت عايزه، اللون بتاعه شنو، الشكل او السمو كيف، وهكذا داير بشكل رسمة ولا بشكل خط. بعد ذاك هنا ممكن أخفيه في بعض الاتجاهات وأظهره في بعض الاتجاهات الأخرى زي ما أنا عاوز. بعد ذاك بضغط على أوكي، طوالي هيعمل لي إطار للصفحات بتاعتي. كل ما نزلت صفحة هيعمل لي إطار للصفحة. إذا مشيت مرة تانية ممكن أقول له نن،
كده انا الغيت شنو اطار الصفحة، خش على بختار الاطار اللي انا عايزه واللون اللي انا عايزه واضغط على اوكي بيطبق لي. طيب الحاجة الثانية اللي هي البيج كولر، البيج اصلا بتجي بلون ابيض افتراضي، انت ممكن تغير اللون لأي لون اخر مثلا كده. انا غيرت لون الصفحة للون اخر من البيج كولر. الووتر مارك اذا انت عايز تعمل علامة مائية خط كده بيتكتب باللون الباهت على النصوص، مثلا اكتب عليه سري جدا خاص اي حاجة. انا بجي للووتر مارك اللي هي موجودة على الديزاين في اقصى اليمين، بختار الخط اللي انا عايزه او الكلمة اللي انا عايزها confidential don't copy كده. اذا انا عايز اكتب، اذا اخترت ايه طبعا هيجيب لي مباشرة علامة مائية على الورقة. اما اذا انا عايز اكتب الكلام بتاعي انا فبجي اقول له custom water mark، يجيب لي نافذة custom water mark. النافذة دي فيها خيار اني اقوم اكتب شنو النص بتاعي، في حاجة اسمها تكست اللي هو اكتب له مثلا البرنامج المتكامل، واللي اختار نوع الخط حجم الخط واللون واضغط على اوكي، طوالي بيجيب لي البرنامج المتكامل. اذا انا عايز الخلفية تكون صورة بختار هنا picture watermark، يعني صورة واللي select picture اقول له work offline اللي هو from PC، انا ما عايز شيء من الانترنت، واختار الصورة اللي انا عايزها عشان تقبلي شنو تقبلي ووتر مارك. مثلا اخترت الصورة دي وانا هتجيني هنا الخلفية بلون باهت كووتر مارك، فهين كان حتكون جميلة اذا كان عبارة عن شعار او اي شيء من هذا القبيل. مثلا انا عندي شعار داير اخده كخلفية للصفحة، اجي للكستم بقول له select picture work offline from desktop، بختار مثلا الشعار ده اوكي، ولا حيظهر لي في الصفحة باللون الباهت. دي اللي هي الووتر مارك العلامة المائية. عايز اشيل العلامة المائية بقول له remove water mark، عايز اشيل اللون الافتراضي برجع عليه الابيض او اقول له no color، عايز احذف البوردر بيجي هنا بقول له نون، قوم بحذف ليه شنو البوردر. طيب نيجي نشوف كيفية تغيير الهوامش واتجاه الورقة وتقسيم الصفحة، بعد ذاك نشوف التنقل بين المستندات. نجي للتاب اللي اسمها بيج لي اوت. هنا في الصفحة بتاعتنا عندنا هوامش بجنبات الورقة وبالأعلى وبالأسفل، فأنا ممكن هنا أضبط الهوامش بتاعتي تكون نورمال أو نارو أو وايد أو كده، فأنا بضبطها على حسب الحاجة اللي أنا شنو أنا عايزها. برضو عندي حاجة اسمها document orientation اللي هي تجاه الصفحة انت داير افق ولا رأسي، لانه في بعض الاوراق بيكون فيها دعايات فبيطلعوها شنو افقي، لكن هنا كمؤسسة اكاديمية لازم تكون رأسي وبعد ذاك مجلدة ومحفوظة كده افقي الورق، بعدين بتطبع افقي وكده رأسي. السايز اللي هو حجم الورق الحقيقي،
دي اذا بيطبق على A4 لازم تكون حريص انك تختار السايز بتاعك شنو A4، لانه اذا كان لتر اللتر 8.5 وال A4 8.27. هنا اللتر 11 وهنا ال A4 11.69، عشان كده قدر ما نطبع بنلقى انه الورق ما شنو ما مظبوط لانه ما في نفس الضبط بتاع الصفحة. يعني هنا قلنا لازم نختار A4 اذا عايزين نطبع على A4. طيب في بعض الاحيان بحتاج اقسم الصفحة لكولم، مثلا اظل الليل هاي يقول لك قسم لي لتو كولم، طب انا حيقسم لي شنو الصفحة بتاعتي لتو كولم على حسب الحاجة اللي انا ظللتها، بيقسم لي جزء انا ظللته ده لتو كولم. دي اهل الهواء بتاعتنا في الباراجراف. طيب نجي هنا للفيو، اذا انا فاتح لي اكتر من وير طوالي بيظهر لي هنا في السويتش ويندو، في التاب اسمها فيو في السويتش ويندو بيظهر لي الاكتر من برنامج. مثلا نفتح لنا برنامج بتاع وورد تاني، مثلا السيرة الذاتية ده ملف وورد، وهنا عندنا الملف بتاع وورد ده. لما نجي هنا في البيو اعمل سويتش بيظهر لي شنو الملفين اللي بضغط عليه وكليك، ده طوالي بينتقل لي عليهم، بضغط عليه وكليك كده طوالي بيوديني شنو بيوديني له. هنا برضو ممكن اجي على البيو اضغط على البرنامج الكامل طوالي حيرجعني للبرنامج المتكامل. التنقل بين المستندات المفتوحة إني أضغط على Alt Tab، Alt Tab بيفتح لي جميع الويندو المفتوحة في الجهاز بتاعي، بضغط على Alt ومعاها Tab بيفتح لي مجموعة ويندو، بكون مثبتة على ال Alt وبحرك على التاب عشان يتنقل لي بين النوافذ. الحواجز النافذة الحواجز على طوال هي الحشنون هتفتح أوتوماتيك، هتفتح اوتوماتيك. بكينا وكون انتهينا من المحتويات بتاعتنا، نجي ان شاء الله في اليوم الاخير للوورد ونشوف قائمة مهمة جدا من القوائم بتاعت الوورد اللي هي القائمة انسيرت، عشان كده انا اجلت لها يوم منفصل لوحدها. وان شاء الله انا في انتظار تعليقاتكم وآراءكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.